اعتقد عندنا بقى الاخبار. نخش بقى نطمن الناس على ماتش سان داونز. طبعا كالعاده النادي الاهلي بيقفل صفحه ويروح لصفحه، حتى كابتن محمود الخطيب في يعني في قمه الفرحه في بطولات النادي الاهلي حصل عليها، اول كلمه بيقولها للاعبين، وممكن نجيب لكم كل ده مسجل عندنا قناه النادي الاهلي، بيقول يا جماعه صفحه واتقفلت، قدرك ان انت بتلعب في النادي الاهلي، اذا مش بس بالبطوله بتتقفل، لا ده المباراه خلاص صفحه الدوري اتقفلت تماما، داخلين على ماتش مهم جدا مع سان داونز ان شاء الله مساء يوم السبت القادم. النهارده كان في تمرين العصر كابتن موسيماني، وهو ده الاعداد النفسي اهو زي ما انتم شايفين، اجتماع حصل في ارض الملعب مع اللعيبه للاعداد النفسي لمباراه سان داونز. خلي بالكم النادي الاهلي معلش بلغه الكوره كده او لغه الرياضه بيتضرب في خلاط جامد جدا، بتطلع من البطوله تخش في بطوله بحسابات لبطوله اخرى ليها حسابات تانية، ونوعيه لعب ومدارس معينه بتتنقل تلعب مع مدارس اخرى، فكان لازم النهارده كابتن موسيماني يعمل اجتماع مع اللعيبه عشان يبتدي ياهلهم نفسيا لمباراه سان داونز اللي جايه. وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ كان له لقاء مع اللاعبين وقال للاعبين خلاص انتهت مرحله الدوري المضغوط، وعلينا التركيز حاليا في مرحله دوري ابطال افريقيا، عندنا مباراتين مهمتين جدا امام سان داونز ذهاب واياب، ثم مباراه السوبر الافريقي باذن الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، ونقدر نتخطى موقعه صعبه جدا، اقوى الفرق تقريبا في دور الثمانيه، وكمان نقدر نحقق بطوله بعد الارهاق ده تكون تتويج لجهد اللاعبين، خاصه وان كمان جونيور اجاييه كابتن هيثم عاد للتدريبات، وكابتن سعد حفيظ كان قال ان هو شارك من يومين، وبالتالي هو حاليا في التدريبات الجماعيه، وفكره بقى ان هو يلعب مباراه سان داونز من عدمه دي خاضعه لرؤيه بيتس موسيماني، هو جاهز الحمد لله، واجاييه من اللعيب اللي بيجيد في المباريات الكبيره، وده مهم جدا في ميس اجاييه، ممكن تلاقي اجاييه هو لاعب مودي شويه، ممكن تلاقيه في بعض المباريات خارج عن مستواه، لكن في المباريات الكبيره بيكون حاضر صحيح. وبيكون موجود في مستواه. وخليني اقول لك برضو ان يعني مستر موسيماني الحقيقه في حاجه بتفكرني بكابتن جوهري الله يرحمه، كابتن الجوهري، وحتى انا كنت بتكلم مع كابتن هاني رمزي طبعا كابتننا كله كابتن مصر واللي كان مشرفنا في المانيا سنين طويله، قال لي ان كابتن جوهري كان بيعمل قبل الماتشات القويه بيجيب اللاعبين مسنا وفرادة زي ما بيقولوا، اتنين او لعيب يبتدي يتكلم معاهم، الكوميونيكيشن ده او الاتصالات ما بين المدير الفني واللعيبه بره الملعب هو ده اللي بينعكس على التفاهم جوه الملعب، وشفناه لما قفشه جري على موسيماني عشان يسلم عليه بعد المباراه، اكيد الكلام ده كان فيه حوار دار ما بينهم، وجبنا اللقطه دي حضراتكم يوم الجمعه اللي فات. موسيماني قعد مع اكرم توفيق ومحمد هاني، وهو عارف قاعد مع الاثنين دول ليه، والحوار النهارده كان يمكن النهارده اهو ده الحوار، لو تاخدوا بالكم اللعيبه بتجري هو واقف معاهم لوحديهم بيتكلم معاهم، بيتهيألي يا اسامه يعني اكيد الكلام ده بيدور اكيد بينصب على الاداء الفني في الملعب. بالتاكيد بص، هو بيتسو موسيماني يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين صحيح،